السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم في القناه، قناتكم وصفه افكار. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم ان شاء الله نضيف معكم هاد نوريكم طريقه تنظيف ديال المطحنه الكهربائيه او الطحانه المعروفه اللي كنستعملوها يعني تقريبا يوميا، خصوصا في العواشر. كنطحنوا في رمضان، صوبنا سلو، صوبنا شحال من حاجه، شباكيه، حلويات، يعني ما كنضفوهاش داك التنظيف العميق، كنضفوها داك الشيء خفيف، يعني تنظيف غير هكا خفيف. بالنسبه لليوم غندير لكم تنظيف عميق بدون يعني مواد كثيره، يعني غير مكون واحد. كتنطفيها يعني كتولي كانها جديده، يعني كما كتشوفوا راه مطبعه، خصوصا هاد التقيبات هادو كيكونوا داخل، يعني كنهملوها شويه وكنبقاو غير كنمسحوها كنغسلوها غسيل عادي. المهم غنوريكم طريقه التنظيف ديالها غير بمكون واحد اللي هو صابون البلدي المعروف عندنا موجود. بالنسبه للصابون البلدي الا بغيتو ترجعوه سائل بحال هكا، يعني خليوه في مكان يعني تيكون دافي راه تيدوب بوحدو، ما تخلطوش مع الماء تيولي سائل الا خليته في هاد الميكا وبقى يعني في بلاكار غادي يدوب، لان المسخون لحد دغيا تيدوب. ولا بغيتي ترجعي سائل دغيا دغيا، يعني ما تستنيش الا شريتيه وبغيتي تحكي داك النهار ديري فيه صاب داك بيكربونات الصوديوم دغيا تيدوب، اولا كلكي دير او خميره الحلويات كتخلطيهم مزيان تيدوب دغيا. دابا كتزيدي فيه الماء الا ما كانش عندك بيكربونات الصوديوم، ما راه غادي يدوب دغيا شويه ماشي بزاف باش ما يوليش سائل كثير بزاف. المهم غادي ناخذو في الاول هذا باش تغسل من الداخل مزيان، غادي ندير شويه ديال الصابون والماء ونخليوها ترقد على جنب، يعني كل حاجه نرقدوها واحد الشويه واحد 5 دقائق باش تلق وتنقى. كنحتاجو كما قلت لكم واحد الشويه من الصابون، راه هذيك يعني الصابون كيدير كشكوش بزاف بزاف. غنشوفو نديرو شويه، كنحتاجو واحد الشيته ديال قديمه ديال السنان اولا جديده. تنديرو الماء باش ندوروها شويه، وغادي نخلطوها بالخلاط هكا باش تنقى. نخلطوها شويه يعني تخلط داك الصابون. حتى الفوق نقى، انا غادي نخلو فيه هاد الماء باش حتى الزاج اولا البلاستيك ما تبقاش فيه يعني ولا مضبه طلع، يعني ما كيديرش كشوشه بزاف. شويه نزيد صافي كما شفتوا، غادي نخليه على جنب، غنخلي هاد الكاس على جنب نخليه مرقد فيه. وغناخد حتى هاد لان هاد الطحانه فيها جوج، ناخد حتى هادي باقي فيها طحنت فيها شي حاجه، وغندير فيها شويه الصابون حتى هي باش كاع هادو حتى هما يدخل فيهم داك الصابون تنقى حسب المهم. شويه ديال الماء، غير هادي ما تعمروهاش بالماء تفوتش لان راه كيدور. شويه خلطوها اخواتي، هذه راه كتكون واسعه شويه من هنايا الا عندكم بحالها، يعني ما تخلطوهاش في الخلاط، غير تخرج شويه الماء كما كنوريكم، كتخرج الماء شويه. ما عرفتش هذه يمكن واسعه ليا، المهم دورتها غير شويه صافي وخليوها ترقد هكايا، اولا غير حكوها بالماء والصابون خليها تعمروها بالماء صافي وخليوها ترقد. دابا غادي ناخذو الخيط من الضو، غادي نديرو الصابون ندهنوها كامله بالصابون البلدي، خصوصا هاد البلايص هادو هنايا ما نحاولوش نديرو فيها الماء، ندخلو الصابون في القنات هاد البلايص، غير ما تدخل ما ديروش الماء، يعني غنمسحوها غير بالسيف والصابون صافي. حاولوا غادي نخليوها ترقد في هاد الصابون من بعد باش نحكوها.
بالنسبه للخيط حتى هو ما نحاولوش نديرو فيه الماء يعني، غير عفوا غير هكايا شويه فهاد القناه هاد التقيبات هادو، ندخلو فيه الصابون بالنسبه لهذا راه غنمسحوه بالزيف، يكون فيه الصابون ديرو شويه هنا كما كتشوفوا راه فيه الاوساخ، بعد مسحوه مزيان تخليه شويه خليوه واحد شويه يعني ما نديروش غلاتكم خليوه 10 دقائق 15 دقيقة على حسب الوقت اللي عندكم. دابا غادي ناخذ هذا الكاس نحاولوا اننا نحكوه مزيان بالاسفنجه باش هذيك الحلفه او الجيكس باش نحكوه مزيان باش التحت ديالو هاد تحت الكاس هو خاصو يتنقى. غادي نغسل الداخل من بعد نوريكم التحت باش ندير فيه حتى هو الصابون البلدي. خواتم بعد ما حيدنا داك الصابون البلدي راه كان مطبب من الداخل كما ولا نقي، دابا غادي نغسلو حتى هنا بالصابون البلدي مزيان على برا. دابا غادي ندير التحت هو كتشوفوا داكشي كيبقى تيكحل، ندهنو بالصابون هذا الكاس راه كنغسلوه ماشي مشكله فيه الماء، نرقدوه شويه يعني ما ياخذش وقت بزاف، راه غادي ندهنيه شويه دغيا دغيا داكشي كيتهيل. الا كانت مسخه بزاف راه خاص الوقت، هادي ماشي بزاف كاع شويه. ناخذ هاد الاسفنجه وغندير شويه ديال الصابون البلدي هكا على برا، كما كتشوفوا على حكينا بالصابون البلدي باش ترجع يعني كما قلت لكم يعني ما تبقاش مضبه. وغادي نخليو في هذا الصابون ونخليو كلشي مرقد ونشوفوا النتيجه في الاخر، غيجي غيكون كانه بحال جديد. هاد القنات حتى هما يا كيكونوا مجمعين فيه داكشي كاع اللي طحنا في هاد الماكينه، كاين ما كيغسلهاش مزيان غير كيدوز بالماء كيحط هاد القناص هادو. الصابون البلدي راه كيدير كشكوشة كما شفتو مزيان طبيعي يعني ما كيقدرش في اليدين. غنخليوها صافي شويه ومن بعد غناخد دابا هاد الكاس حتى وحلينا. دابا غادي نحكو به هاد الماء اللي كاين نحكو مزيان، نديرو شوية الصابون حتى في هاد ما شفتو هنا تنطفى واحد شوية لأن ما دورتهاش بزاف، نديرو الصابون هنا هدا راه كيتغسل. حيدو هاد الماء بعد نحكو برا ديالو مزيان، واخا حكينا نخليو مرقد في هاد الصابون لا برا باش متبقاش ميبقاش صفر. تنخليو حتى هويا واحد شوية مرقد، هاد واحد المده شويه مهمه حتى كيترقد تحيد الاوساخ. ودابا غنحكو بالشيته بلايص اللي كحلين نحكو بالشيته، وبلايص اللي مضيقين ناخذ واحد العود السنان ونحيدو داك الوسخ اللي كاين.
هاد العود السن هذا، هاد البلايص هادو كنخشيو العود ونبقاو نحيدو ديك الكحوله الشكل هذا صافي. وتابعوا المهم حتى نكمل التنظيف ديالها ونتلاقى. بعد ما كملنا التنظيف ديال الطحانه كما كتشوفوا كتولي كتلمع، الصابون البلدي كيخليها كتلمع نتوما بلا جافيل بلا يعني ما درت حتى شي صابون غير صابون البلدي، كتبقاش صفراء كما كتشوفوا. كنطفوها مزيان من الوسط، كذلك الكيسان خسناهم كتبقاش فيهم الريحه ديال اي حاجه، صابون البلدي كيحيد حتى الريحه. نضفنا لتحت ديالو حتى هو، وهادي حتى هي كانت صفراء يعني رجعات بيضاء. نتمنى اخواتي ان هذا الفيديو عجبك، بالنسبه لهذا الخيط نجمعوه من التحت ونخليوه الماكينه هكايا حتى المهم تضربها البرده كتنشف الا كان الا دخل ليها شي ماء ولا شي حاجه. نمسحو هادو مزيان نشفوهم، بالنسبه لهذا الخيط نجمعوه من التحت هكا باش مبقاش مطلوق ما كنتيش غتستعمليها. نجمعوه راه دايرين بلاصه فين تجمعي بهذه الطريقه. اخوات كيخليو الخيط غير طايح يعني افضل تجمعي، ملي كتبغي تستعمليها كتهزي لكن وتحليها بالشكل يعني كيبقى مجموع ما تبقاش الخيط يعني اي ماكينه كل ماكينه والشكل ديالها ضروري ما تيديروش شي بلاصه فين تيدور الخيط. ايوا البنات ها وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى ان هذا التنظيف اللي درت يعجبكم، ما تنساوش لايك الى عجبكم الفيديو وتبارطاجيو الفيديو مع الاخوات والاحباب باش تعم فائده. مع السلامه مع فيديو جديد ان شاء الله في رعايه الله، الى اللقاء.